الله الرحمن الرحيم. معكم دكتورة إيناس فهمي، دكتورة بالتغذية العلاجية. المركز هنا عندنا بنحب دايما نحن نكون في تحدي مع نفسنا عشان نوصل لأهم شيء، وهو خدمة المجتمع اللي احنا فيه، من حيث ان احنا نقدم لهم الخدمة الغذائية الصحية لمعالجة المشاكل الصحية المختلفة اللي موجودة في المجتمع، سواء مشاكل سكر او مشاكل الناس اللي عندها التكيسات او الناس اللي عندها الكوليسترول او الامراض المناعية او الكانسر والعياذ بالله او الامراض المختلفة في المجتمع. فاحنا كان الدور الرئيسي بتاعنا ان احنا نقدم خدمة للمجتمع، ان احنا نعالج المشاكل الصحية دي باقل نسبة من المخاطر عن طريق ان احنا نمدلهم بالتغذية العلاجية الصحيحة، وفي نفس الوقت بنعمل لهم تحليل. التحليل ده بيظهر لي سبب المشكلة الرئيسي ايه، لان دايما احنا عارفين ان المشكلة الرئيسية لأي مرض مهما كان هذا المرض تبقى المشكلة الرئيسية ناتجة عن سبب داخلي جوه الجسم. فاحنا هدفنا الرئيسي مش اني اعالج الحالة قد ما اني اقضي على الجذر الرئيسي او السبب الرئيسي للحالة المرضية دي ايه. انا بحب جدا اني اعالج السبب، لاني لو عالجت السبب المشكلة دي هقطعها من جذورها، مش هتتكرر تاني، سواء كانت اي مشكلة صحية موجودة على مستوى الامراض الصحية الموجودة ككل، سواء بقى امراض مناعية او امراض مزمنة او امراض حادة، كل الامراض بنقدر ان شاء الله بفضل الله ان احنا نتعامل معها. ايضا في نفس الوقت بنتعالج مع او بنكون بعناية بالمرضى، سواء الناس اللي عندهم زيادة في الوزن او اللي عندهم النحافة، لان سواء زيادة الوزن او النحافة هي ايضا من ضمن المشاكل الصحية. من ضمن الحالات ان احنا ربنا وفقنا فيها كان حالة محمد، ومحمد الحقيقة انا فخورة بيه جدا، لان هو كان من اول يوم جالي فيه كان عنده بعض المشاكل الصحية البسيطة، بس قدرنا ان احنا سويا معاه ان احنا نتغلب عليها ونقدر نوصل للنتائج اللي ترضيه، وفي نفس الوقت يبقى الصحة بتاعته في افضل حالة. وهو ساعدني جدا جدا الحقيقة بنقطة ان هو كان عنده صبر وكان مصر على انه يوصل للنتيجة الرئيسية، والحمد لله انا فرحانة بيه جدا النهاردة بعد ما حققنا معاه النتائج دي. بشكرك جدا محمد، و thank you محمد. في نفس الوقت انا بديله درع، احنا بنسميه هو الدرع دوت لمحمد، لانه كان من ضمن الناس اللي انا فخورة بيهم في انه وصل للنتائج المبهرة اللي وصلنا لها معاه. أهلا بيكم، أحب أعرفكم بنفسي، أنا جورج نبيل، أنا المسؤول هنا عن المركز. أنا بقالي فترة كبيرة مع دكتور إيناس، فعلا هو مش فعلا عشان أنا شغال هنا في المركز، بس فعلا الدكتور محقق نتائج كويسة مع الكثير من العملاء. كان هدفنا إن احنا نتكلم إن المشاكل اللي بتهم المجتمع، بس مش الفكرة إن احنا كمركز تغذية بمشاكل كتخسيس أو كسمنة، في مشاكل اكتر موجوده هنا في المجتمع اكتر من كده بكتير، كمان مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الجهاز المناعي، وفعلا دي قدرنا نحقق نتيجه كويسه مع العملاء. طبعا ده برضو بمساعده الجهاز، في تقنيه المانيه الجهاز السيل سكرين، هو جهاز ممتاز جدا بيحقق نتيجه كويسه. ده بيقيس زي المعادن او نسبة المعادن والسموم اللي موجودة في الخلايا، ده بعيدا خالص عن التحليل اي تحليل دم، وهو محقق فعلا نتيجة كويسة مع الكتير مع العملاء. هدفنا برضو ان احنا نتعامل مع العملاء بالتحليل ده، برضو مع متابعة مع الدكتور. في عندنا برضو بعض الاجهزة زي اجهزة تكسير الدهون لنحت الجسم، دي اجهزة برضو ممتازة جدا وحققت نتائج كويسة. بعض المشاكل اللي شفناها هنا اللي حققنا نتائج كويسة مع العملاء، في مشاكل في الجهاز المناعي، في امراض كانسر، في مشاكل في الحمل زي في تكيسات للمبايض، لمرضى الكوليسترول، لمرضى السكري، لارتفاع وانخفاض لضغط الدم،
وده فعلا مع متابعة مع الدكتور فعلا حققنا نتائج كويسة معنا.